نعم، في آخر الزمان الدجال هو المسيح، مسيح الدجال الكذاب، سمي بالدجال لكثرة الدجل عنده والكذب وما عنده من الفتنة الشديدة. وكل نبي حذر أمته فتنة المسيح الدجال، وأشدهم تحذيرا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أقرب الناس إلى خروجه، وهو يخرج في آخر الزمان، يخرج في اليهود، وتجمع اليهود الآن هذا إرهاص لخروج الدجال، تجمع اليهود في فلسطين إرهاص لتجمع إرهاص لخروج الدجال فيهم، لأنه يخرج في اليهود قبحهم الله، ويحصل منه فتنة عظيمة ويجول في البلاد، وما من بلد لا يدخله إلا مكة والمدينة فإنه لا يدخلهما، ولكن الأشرار الذين في مكة والمدينة يخرجون إليه، ما يبقى فيها إلا أهل الإيمان، لأنها ترجف، المدينة ترجف، يخرج منها كل منافق، ولا يبقى فيها إلا أهل الإيمان الصادق إذا جاء الدجال. ثم ينزل عيسى ابن مريم مسيح الهداية صلى الله عليه وسلم، ينزل من السماء ثم يطلب الدجال فيقتله في باب لد من فلسطين، يقتله وينصر الله الإسلام والمسلمين، ويحكم المسيح عيسى بن مريم بدين الإسلام، بدين محمد صلى الله عليه وسلم، ويقوى الإسلام في عهده عليه الصلاة والسلام. ثم بينما هم كذلك ظهرت يأجوج ومأجوج، ظهرت يأجوج ومأجوج الذين ذكر الله عز وجل، فيأمره الله بأن يحرز المسلمين إلى الطور، يأمر الله عيسى بأن يحرز المسلمين إلى الطور، ويقول إني باعث عبادا لي لا يدان لأحد في قتالهم، فيحرز المسلمين إلى الطور فيعيثون في الأرض فسادا، ويذبحون في المسلمين مذابح الذين لم يكونوا مع المسيح عليه السلام. ثم ينزل الله بهم المرض فيقتلهم عن آخرهم ويموتون عن آخرهم، فيفرج الله للمسلمين لذلك. هذه قصة خروج الدجال باختصار. فنحن نؤمن بخروج المسيح الدجال لأنه تواترت الأدلة، بل الأحاديث بلغت حد التواتر في ظهوره، فلا بد أنه يخرج. هناك كتاب جهال يقولون ما فيه دجال، وإنما هذا عبارة عن كثرة الكذب في آخر الزمان، ولا فيه نزول عيسى، وإنما هذا عبارة عن ظهور الحق، ولا ما ينزل عيسى، هذا كفر، هذا إنكار للمتواتر، إنكار للمتواتر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن القرآن دل على نزول عيسى عليه السلام، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، هذا دليل على أنه ينزل في آخر الزمان، ويؤمن به اليهود الذين كفروا به بالأول يؤمنون به، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وفي الآية الأخرى قال في عيسى عليه السلام وإنه لعلم للساعة، يعني نزول عيسى علم للساعة يعني علامة، وفي قراءة وإنه لعلم للساعة، فنزول عيسى بن مريم من السماء علامة على قيام الساعة، فهو من علامات الساعة ومن أشراط الساعة. نعم، فيقاتلون اليهود، يصير ملاحم بين المسلمين وبين اليهود، وينصر الله المسلمين حتى يقول الحصى والشجر يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله، فيقتلون اليهود مقتلة عظيمة، وينصر الله المسلمين عليهم. نعم.